مفهوم يا استاذ. الساعة 3 بعد نص الليل تفتح الباب الورامي، بعديها بنص ساعة تطلع لي المكتب. حاضر يا استاذ. قبل 10 الصبح ما تتكلمش في النيابة. حاضر، بس ليه؟ عشان نكون حطينا الفلوس في دولاب بسلامته. ماشي يا استاذ. خمسين ألف. الله، حلوين قوي. كفايه كده بقى. كفايه كده ايه يا عبيطه؟ دول التقليه اللي هيترشوا على الفاتحه. طب ما احنا كده حلوين. احنا كده نبقى خايبين. المبلغ ده وبايدين الابعاديه، الصبح يتحط في دولاب بسلامته، والظهر يتقبض على بسلامته، والعصر يطلق بسلامته، والمغرب اتقدم بسلامتي واخدها من ابوها. وفي العشاء؟ العشاء اكون اتلميت على الهبرة ونتعشى بيها انا وانت يا جميل. حقيقي انت اللي زيك مفيش. انا احب لما اعمل حاجة ما تخرش المية. يا سعادة البير، استاذ احمد هو اللي سرق الخزف. انا؟ ايوه. انا سرق؟ انت اتجننت يا شعلان؟ ايوه، ولما شفتك غطيني على المات. انا؟ ايه اللي بتقوله ده يا شعلان؟ انت اتجننت؟ لا عاد، وسابق قبل كده اتفق معايا نسرق ونقسم سوا، ولما رفضت طلعني حرام. ده انا؟ ايوه، بأمرت لما شفتني مليار في القميص وقلت لي خد بالك لحطك في دماغك. يا سعاده البيه، هو بيقول الكلام ده عشان انا ظبطته وهو بيسرق الانتاج وبيبيعه على انه تالف، وانا ما رضيتش افرده رحمه باولاده. استاذ احمد، بالتحديد الساعه 3:30 انت كنت فين؟ نايم في بيتي طبعا. ومتاكد انك كنت نايم في سريرك؟ لا، ما كانش نايم في سريره. سايب؟ تيجي جابك يا بنتي. جاي اقول الحقيقه. انت تعرفي حاجة عن الموضوع ده؟ ايوه. سعادة البي، سالي المدام بتاعتي. حضرتك بتقولي انه ما كانش نايم في السرير. ايوه، ما كانش نايم في سريره. سمعت يا سعادة البي، هو اللي سرق. ايه رايك يا استاذ احمد؟ خلاص يا سعادة البي، اذا كانت سالي موافقة على كده يبقى انا اللي سرقت. ايوه، ما كانش نايم في سريره. بس احمد عمره ما سرق، حتى الحاجة اللي بيملكها ما سرقهاش. ايه يا حبيبي ده بقى؟ بس حضرتك بتقولي انه ما كانش نايم جنبك. وعمره ما نام على السرير من يوم ما اتجوز. غريبة، أمال بينام فين؟ في الحمام. نعم؟ في الحمام؟ صحيح الكلام ده؟ ساعات من غير سيفون، قصدي من غير مرتبة. وشعلان عارف كويس ان حسام هو اللي سرق. مين حسام ده؟ ده كان موظف عندي والأستاذ أحمد طلبه لسوء سلوكه. حسام فين دلوقتي؟ أنا هقول لك حسام فين دلوقتي. اللي حصل؟ وفي حاجة لما مؤاخذة؟ ايه يا جماعة؟ اطلع اطلع.